الأكلة دي كنت هتجنن عليها أنا وولادي، رحنا ناكلها في مطعم لقيت نفسي متدبسة في 1000 جنيه. أيوة زي ما بقول لكم كده، العيال جم تاني قالوا لي يا ماما بصراحة احنا نفسنا فيها. قلت لهم إيه ده، أنا هروح مطعم تاني واتدبس في 1000 جنيه؟ لا طبعا، رحت اتشمللت واتشطرت وعملتها يا جماعة في البيت، لقيتها أطعم وأحلى كتير جدا من بتاعة المطعم وأوفر كتير جدا، لدرجة إن العيال من حلاوتها قالوا لي مش هناكلها من بره تاني أبدا. قال 1000 جنيه، قال ده الست الشاطرة تعمل لأولادها من الفسيخ شربات. بعون الله في الفيديو ده احنا هنقفل على بتوع المطاعم. عايزة اقول لكم من حلاوة الأصناف اللي عملتها لأولادي والمهرجان اللي عملته في الفيديو ده، ولادي حلفوا ما هياكلوا في المطاعم تاني. قالوا لي خلاص يا ماما المطاعم باي باي، انت اكلك احلى كتير واوفر كتير جدا، لان في الفيديو ده انا هعمل لهم اكتر من صنف. شوفوا الجمال بقى، بجد هتنبهروا. عايزة اقول لكم بقى، لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش كالعادة تصلوا على الرسول. شلت الجلد كده، بعد ما شلت الجلد كله من الاوراق زي ما انتوا شايفين، بروح قاسمه الورك 2 وبروح عامله فتحات كده في الورك زي ما انتوا شايفين، وفي الدبوس اهو. الموضوع سهل جدا، شوفوا بقى الجمال اللي انا هطلعه في الفيديو ده. والله عارفين انتوا لو بتاكلوها في المطعم هتنسوا ان انتوا تاكلوها في المطعم تاني من حلاوتها بجد. يعني تقريبا دي احلى اكله عملناها. هاخدهم بقى كده تحت الحنفية نسمي بسم الله، وهبدأ ان انا اغسلهم يعني بالمية الاول كده غسلة نظيفة جدا اهو. بشيل اي حاجة، الحاجات اللي هي بتبقى مزحلقة دي، والكبدة اللي ورا دي اللي في الورك لازم تتشال عشان دي بتعمل زفارة جامدة جدا، وهخليهم زي القشطة كده. بعد ما غسلتهم بالمية كويس جدا وشلت اي حاجة منهم، حطيت ملح وليمون كده عشان الزفارة بقى. تمام، هجيب برضو شوية فلفل اسود، الفلفل الاسود حلو قوي قوي بيحوش الزفارة. هسيبهم منقوعين بقى كده بتاع ساعة. بعد كده رحت جايبة بولة هنزل فيها بكوباية ونص كده من الزبادي، ادي كوباية وادي نص، وعندي مية بصل وعندي كده ليمونة. هنزل بقى عليهم بخمس فصوص ثوم مفرومين، شوية من الكاري، شوية كده من الشطة، فلفل اسود، ثوم باودر، بصل باودر، معلقة بابريكا مدخنة، انزل كمان بشوية كده من الملح وشوية زيت. هقلب بقى المكونات دي مع بعضها كده، وهنزل عليهم برصة بسيطة جدا من الزعفران البودرة موجود عند العطار، وهقلب. هنزل عليهم بمعلقتين صلصة، الصلصة دي كانت فاضلة عندي بتاعت مكرونة، لو مفيش عندك بصلصة معلبة، هي اصلا بيتحط لها صلصة معلبة بس انا قلت احط دول. هقلب بقى، جبت الصينية هرص الفراخ كده بالشكل ده. بصوا الفراخ قشطة ازاي، تتاكل نية نية، نضفتها نظافة مش ممكن. هنزل بقى بالخلطة كده على الفراخ، بصوا حتى لون الخلطة وقوامها عامل ازاي. هتبلها بقى كده زي ما انتوا شايفين بالخلطة. بجد بجد بصوا، شوفوا بقى الفيديو ده للآخر، يعني انا مش عارفة اقول لكم ايه على الجمال بجد اللي هتشوفوه. يعني انتوا لو بتاكلوا في المطعم ومتعودين على كده، او بتجيبوا الاكل ده من المطعم، هتنسوه تماما. ولو بتعمليها بطريقتك العادية برضو مش هتعمليها تاني غير بالطريقة دي. جبت بقى ورق فويل وهكمرها كويس جدا كده. شغلت الفرن قبلها بعشر دقايق، سخنت، رحت مدخلة الصينية على أرضية الفرن، هتقعد ساعة. بعد كده شيل ورق الفويل عشان تاخد لون تحت الشواية على درجة حرارة 200 كده. هي الفراخ في الفرن، جبت بولة حطيت كوبايتين دقيق كبار عليهم رشة ملح حوالي كده ربع معلقة، وعليهم معلقة صغيرة كركم. نزل عليهم بنص كوباية مية في الأول وهعجن كده، لو احتاجت مية هزود اهو كده. احتاجت مية هكمل بقى باقي الكوباية كده، حطيت عليهم كوباية مية هعجن، ولو احتاجت مية تاني برضو هزود. قعدت اعجنها بقى لغاية ما لمت معايا زي ما انتوا شايفين، واهم حاجة تكون ملزقة بسيط كده، هلمها كده. جبت بقى العجينة حطيتها كده على المفرش السيليكون، وهبدأ ان انا لمها كده اهي. هسمي بسم الله وهقسمها كده بالسكينة، وهلمها كده واكورها واركن على جنب كورة، واركن على جنب اهو. شوفوا بقى الصنف التاني القمر ده بقى، يعني بجد بجد هيعجبكم قوي اهو. لميت كده الكور، اسيبها ترتاح بقى.
اغطي العجينه في فوطه ترتاح حوالي اقل من نص ساعه. قبل ما العجينه ترتاح رفعت حله على النار فيها شويه زيت كده هيسخنه. الزيت سخن معايا، نزلت البصله كده مفرومه، هقلبها مع شويه ملح ومكعب مرق وشويه كده من الكاري، هقلب عليهم كده شويه من بهارات الكبسه، موجوده جاهزه عند اي عطار. البهارات بتاعه الكبسه بتبقى فيها قرنفل وفيها ورق لورا وفيها مكونات كتير جدا. تمام، رشه فلفل اسود، وهنزل بنص كيلو من الرز البسمتي غسلاه ومصفياه مش نقعاه، وهقلب كده. الرز البسمتي بيحتاج ميه زياده عن الرز العادي، يعني لكل كوبايه رز كوبايتين ميه سخنه. العجينه خلاص ريحت معايا، وقبل ما الرز يستوي هفرد بقى كده كل كوره كده اهي، بفردها كده، بتتفرد معايا بقى عشان ايه؟ عشان هي ارتاحت، بتتفرد بسهوله. تمام، فين الموضوع سهل ازاي والعجينه بتروح وتيجي معايا بكل سهوله؟ ليه بقى؟ عشان ارتاحت. اهم حاجه عايزه العجينه تروح وتيجي معاك لازم ترتاح. اهو بحط كمان دقيقه، عشان ايه؟ عشان الفطيره ما تلزقش على المفرش وتتفرد معايا بسهوله. اهي الموضوع سهل جدا. بصوا بقى السمك بتاع الفطيره هو ده اللي انا عايزاه، بركن دي كده على جنب وبعمل دي. لو وصلت لغايه هنا ما تنسوش بقى يا امارات تحطوا اللايك، ما تبخلوش عليا، واهم حاجه القلب الاحمر عشان ده بيبسطني قوي. ربنا يديمكم نعمه في حياتي، وشكرا جدا على كل كلمه حلوه انتوا بتكتبوها لي في الفيديوهات. بصوا بقى السمك بتاع العجينه هو ده. انا هخلص كل الفطاير وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه، وشوفوا الجمال كله بقى. بقى فيها زيت على النار سخن معايا، نزلت بايه؟ بالفطيره كده زي ما انتوا شايفين. ده بقى العيش البوري، البوري الهندي، الاكل كله هندي في هندي النهارده يا جماعه. كل ما هتحطي عليه زيت كل ما هينفش زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا جماله بقى في الاخر عامل ازاي، اول ما بياخد لون من الناحيتين كده خلاص استوى. برفعه بقى كده على ايه؟ على مناديل، مناديل مطبخ. ليه؟ عشان يصفي الزيت الزيادة اللي فيه. بصوا بقى كل ما بتحطوا عليه زيت كل ما بيقب كده، نقلبه على طول. قالوا كده لما نشوف الرز بتاعنا وصل لغاية فين. طبعا انا لما اتشرب هديت عليه النار عشان كده مش لازق، وبصوا مفلفل ازاي. قالوا كده لما نشوف الفراخ اخبارها ايه. شلت الفويل كده بعد ساعة، مش قادرة اقول لكم الريحة ايه، ده مش ممكن الريحة والجمال بجد رهيبة وقلب البيت. باخد من الصوص كده عليها وهسيبها بقى تتشرب نص ساعة من غير الورق الفويل في الفرن زي ما هي. بعد كده هروح مشغلة الشواية واطفي الفرن عشان تاخد لون حلو. عايزة اوريكم العيش البوري وجماله. بصوا فطير مش عيش، ده ما يتقالش عليه عيش، يعني انا مش قادرة اقول لكم طعمه عامل ازاي بجد يجنن. بصوا فطير تحفة، خدت لون بقى تحت الشواية. بصوا جمالها، احلى فراخ تكة هتعمليها في البيت. انسي فراخ تكة بتاعت المطاعم دي ابدا. شايفين لونها عامل ازاي؟ اتحداكي لو كلتيها في المطاعم بالجمال ده. انا من كتر ما هي زبدة وملبن انا مش عارفة اتمالك بيها من الشوكة وانا بقطعها والسكينة. بصوا الجمال. اغرف بقى نسمي بسم الله وننده التتار بقى اللي مستني ورا الكاميرا. العيال بيقولوا لي الريحه يا ماما حرام عليكي، يلا يا ماما احنا جوعنا. بصوا الرز مفلفل والفراخ لونها يجنن والعيال عايزين ندوق الاكل بقى. شوفوا الجمال بقى، انا مش عارفه اقول ايه بصراحه، يعني انتوا لما تجربوا الاكله دي هتدعوا لي. بصوا بصوا الدبوس هيفصل من العظم ازاي، ملبن زبده مش فراخ، يجنن. لازم تعملوا السفرة الحلوة دي لولادكم وتيجوا تقولوا لي هيوم الله يبارك لك. يلا اعملوها وبعتولي، بحبكم، استنوني، باي.